نصر الشام 14/11/2012. هذا ما تتعرض له مأذنة الجامعة الفاطمية من قبل الشبيحة وعناصر الأمن، يقومون بقصفها وتحطيمها. الله أكبر، كان هنا يوجد عمود مثل ذلك، وهنا كان يوجد عمود وهو قد تحطم بسبب القصف. الله أكبر، هذا ما تتعرض له المدينة الأثرية المسجلة لدى منظمة اليونسكو في بصر الشام.